اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم رح نلعب لعبه بيكي اكس تي، واليوم يا جماعه الخير رح نفتح حيوان جديد. مو رح نفتح لكن لا، حصلت على حيوان اليف جديد. تخيلوا حيوان اليف جديد 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 كثير، يعني بيشبه كانه اسد او اشي زي هيك. فرح فرجيكم اياه اليوم وكيف حصلت عليه وكذا. كمان رح نلعب باركور ورح اسوي شغلة مرة ممتعة رح تشوفوها اليوم، كأنه سحر انه انا رح اصير كمان حيوان اليف، يعني نفس الحيوان الاليف. كمان رح افرجيكم كيف انكم تعملوا خدعة عشان الناس تظن انه عندكم حيوان اليف او كذا زي كذا، شغلة زي كذا. المهم قبل ما نبلش على الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك. وبس لا خلينا نبلش، لكن كمان حطوا فولو للانستغرام تبعي، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف. كمان بدي اقول شو هو اليوزر تبعي بالانستغرام، هو اسمع اسراء جيمر 10، انه اسراء جيمر 10، ورح يطلع لكم انه عندي 6000 فولورز. انتو كمان اعملوا لي فولو عشان اوصل ل 7000 و8000 و9000، بعدين اوصل للحلم تبعي اللي هو 10000 فولورز. كمان يا جماعة اشتركوا بقناة اختي دانا روزي، طبعا هي قناتها الجديدة عشان رح تصير تنزل فيها فلوجات كذا. المهم هذا خلينا نبلش، نحس مرة تمزع لكم. المهم يا جماعة طبعا الحيوان الاليف هو هذا، هلا رح افرجيكم اياه. اوكي بسم الله، 1 2 3، هذا يا جماعة هو الحيوان مرة واو. اسمه طبعا مانتيكور. اوريدي طبعا انا عم بعرف شو اسمه يعني قبل ما يطلع، ليش؟ لانه كنا سألنا ماكسين بالديسكورد، هي ردت وقالت انه اسمه مانتيكور، لكن للأسف ما صورت عنه فيديو. نخلص ما هالحيوان اللي فاعتنوا فيه اذا حصلتوا عليه، لانه لما يكبر رح يصير مرة واو كثير كثير واو. ما اسمه مانتيكور، سو بدي اغير هذا الاسم تبعه اخليه يعني اسم حلو كذا. او ماي جاد، don't you know I'm a savage I'm a killer، مثل ايش عم اقول. لكن anyways طبعا ضفوا يا جماعة هون ملابس جديدة واكسسوارات جديدة للحيوانات الأليفة تبعنا، انه فينا انه نزين هون نحط لنا اشياء حلو كيوت او مدري، يعني فينا نحط اي شيء. سو انا بدي قرر رح احط شغلة، خلي افكر. ما بدي احط ولا شيء صراحة، خلي افكر. لا ما بدي احط ولا شيء لانه اوكي ما بدي اياها ابدا شغله، بدي بس اياها بس هيك كيوت ونايس كذا. او بدي على فكره نضيف نظارات كيوت. نو ذس او نو هون ذس نو. المهم مدري، خلي بس هيك. طبعا يا جماعة هاد الحيوان الف اللي اسمه مانتيكور اعتقد انه بتشتري بفلوس حقيقية، لا اعتقد بجواهر. انا الصراحة ما شفته ابدا، يعني انا مو ذنبي. لا تجوني يا جماعة بالتعليقات تقولوا لي اسراء انتي مرة مغرورة، اسراء ليش بيعطوك انتي لوحدك وما بيعطونا احنا، اسراء ليش بيعطوا بس اليوتيوبرز، اسراء مين انتي مثلا عشان انهم يعطوك. يا جماعة انا مو ذنبي، روحوا هيك قولوا للشركة والله مو ذنبي. يا جماعة ليش تجون عندي بالتعليقاتك تقولي والله انه كثير حرام، انه ليش تجون عندي هيك تقولوا لي اسراء انتي مغرورة قاعدة تتفاخرين علينا بهذا الاشياء اللي تعطينك الشركة. ها روحوا يا جماعة عند الشركة وقولوا لها زي هيك، لكن انا ما ذنبي ولا شيء. انا اللي عم بعمل عم بصور فيديوهات وعم بتابع على قناتي وعم بريد على طريقة بصور بصور مصغرة، عم بعمل مونتاج، عم بحط عنوان، عم بحط سكريبش، كل هدول يا جماعة مشان انه بيكي اكس تعطيني بالمقابل شغلة، انه كل هالتعب ما بدي اياه يروح على الفاضي، يعني مو انا لكن الشركة. الشركة انا رحت عند الشركة قلت لهم انه بدي اصير يوتيوبر، اوكي؟ شو ميزة انه تصير يوتيوبر؟ هيك بيشجعونا نصير يوتيوبرز ونعمل لهم كأنه ترويج للعبة تبعهم. انا حاليا عم بروج للعبة تبعهم احس يعني، وهن بالمقابل يا جماعة بيعطوني هدول حيوانات اليفة مجانية، جواهر مجانية، مرة اشياء مجانية. هذا المقابل مرة بسيط، انه لازم يعطونا اشياء اكثر، لكن هذا اشي مرة بسيط. فما بتفاخر جماعة عليكم ولا بعمل اي شيء،
هذا بس توضيح للناس اللي هيك بتقولي بالتعليقات. اتمنى ما الاقي هيك تعليقات مرة ثانية، لانه عن جد يعني مو بزعل لكن بنزعج منهم شوي. لكن يلا عادي. او ماي جاد، لكم ايش موجود هون؟ اوه ظنيت هون يا جماعة موجود شي حيوان اليف ثاني. لا طلع بس بامكن. ياه anyways، طبعا يا جماعة هذا الحيوان اليف كنت دخلت عشان نصور فيديو، كنت هيك داخلة عشان رتب بيتي وافكر ايش اصور فيديو لانه راحوا كل افكار. دخلت مكان حيوانات اليف عشان اخذ حيواني لوري او جيكو كيكو، انا كذا بدي اخذ شي حيوان اليف. فجأة الاقي انه موجود عندي هذا مانتيكور. يعني وين اجا ما ندري، شو اسمه مانتيكور. ليش اجا ما ندري، من وين اجا ما ندري، امتى اجا ما ندري، يعني كل هذول ما ادري. يعني صار تقريبا يومين ما فتحت اللعبة بسبب انه مدرسة عم صور عن كثير فيديوهات بعدها بالاخير عم نزل زي. اوكي طبعا الحيوان هذا بده يشرب، رح نعطيه عشان انه يشرب، وبنفس الوقت يا جماعة بدي اخذ صورة لانه تخيليني. واو 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 واو، يعني بدري اقول لكن يعني مرة واو انه مدري. يعني هذا الحيوان اليف مرة نادري، الكل كان عم يستنى. تخيلوا لما قال الشركة زبيكي كتير انه يحيى عملوا حيوان اليف جديد، الكل ركز على الحيوان اليف. هلا يا جماعه رح فرجيكم طريقه كيف انكم انتو تصيرون حيوانات اليف تشبهوا، يعني هو نفسه فيكم تصيروا انتو نفس هذا الحيوان، يعني انتو حيوان وهن هو حيوان، خلص بتصيروا حيوانات اليفه وبتصير لعبه بيكي دي غابه الحيوانات اليف. على فكره ايش هذا المنطق، ترى الحيوانات الاليف ما بتعيش بالغابه. يا الله ايش. المهم تروحوا عند هذا الستور، اذا لاحظتوا انه موجود هذا الستور او هذا المتجر، المتجر يا جماعة، وتشترون هذا اللي لونه اخضر، هذا المشروب اللي لونه اخضر مرة احبه، لهيك عم بشتري منه كثير لانه تخيلوا يخلص تحديد فجأة وانا ما عندي. لا سويا بدي اشربه هيك. ايش ما تشربونه فجأة تصيرون حيوان اليف. ليكو هيك هو صغير، هذا اللي مكتوب عليه مانتيكور، وانا انه كبير. ليكو هو صغير كيف كبير كيف، انه او ماي جاد هلا صرنا فيني نسوي قصة حيوانات الاليف انه كيف كذا. او ماي جاد صار عم يطير. ليكو شوف يا جماعة انا حيوان اليف هو نفسه. ليكو شوف يعني نفس الاعيون وكذا. لكن لما يكبر رح يضيف له قرون ووينكس وكذا اشياء مرة كثيرة. شفتوا طبعا اشي مرة ممتع، فيكن انكم تعملوا هالاشي وتروحوا تجربوا انكم تشربوا هالمشروب اللي لونه اخضر تصيروا حيوانات اليفة مرة كيوت. انا صراحة شوي بيرعب but it's cute، يعني a little bit it's cute يعني. ياه هذا اللي عم حس يعني مدري. نشربه مرة تانية وليك 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 وليك. وكمان لما رح يصير كبير رح يظهروا اكثر، يعني رح اصير كأنه انا توأمه، حسي كأنه توأم تبع هذا الحيوان اليف تبع مرة واو. بدي لكم كمان معلومة، هذا الحيوان فيكم تشتروه مرة واحدة، اشتريتوه مرة واحدة ما فيكم تشتروه مرة ثانية. بدي افرجيكم وين يا جماعة بيحطوه او وين فيكم تلقونه. هذه البيضة النولة، يعني في ناس بتقلي الاسراء هل هذا الحيوان اللي بيتباع بيتباع هون؟ لا يا جماعة ما موجود هون، هو هون يا جماعة هون فيكم تشترون، بيطلع لكم حيوانات عادية تبع هالوين. خلي يفرجيكم زي ايش. ثواني هي طبعا مع سبيشلز، لا مو هون، هون اعتقد زي هذا غاست او غاست هورس، هذا بكيس باكستين اولر اولر بريج اولر بريج ما ادري الر لا ال بريج البرس، ما عم ركز كثير صراحة انه الكلمات اللي بتكون بتتشابه مثلا ايوجي ما فيني ركز، عرفتوا؟ فاعتقد انكم فهمتوا ايش قصدي. اوكي موجود شغله كمان تبع هالوين؟ لا خلاص ما موجود، هدول هن اللي اسمهم سبيشل. هذيك الطريقة في يطلع لكم غاست هورس، في يطلع لكم الر بريج كات، كمان باكستين. او
بس كذا هذا اللي شايفينه نطلع الكون. لكن بالنسبة لهذا المانتيكور اللي اليوم حصلنا عليه بتجوها مكان الزائد هون طبعا رح تلاقونها أول شيء، بس لأنه أنا هلا اشتريته أو حصلت عليه وموجود عندي لهيك ما رح يكون موجود هون. المهم أكيد ما رح أخلص هالفيديو، أتمنى أعطيكم معلومات الكافية. إذا فهمت أي شيء قولوا لي تحت بالتعليقات وانا عم اقرا كل تعليقات. اذا ما ردت عليكم هلا او اذا ما حطت لكم لايك، اذا ما حطت لكم قلب هلا حط لكم اياه بعدين لما اخلص تصوير او دراسه او واجبات او مدرسه او خرجه او تايم وذ دريمين. المهم يعني اذا ما ردت عليكم فرح ارد عليكم بعدين، لا تفقدوا الامل. اليوم انتوا اسالوني اي شيء انا رح ارد عليكم. اوكي يا جماعه بس هيك رح نخلص، حطوا لي فولو على الانستغرام تبعي بليز خلينا نوصل 10000 فولورز. المهم حطوا لايك يا جماعه على هذا الفيديو او اضغطوا على زر اعجبني او لايك كذا مكتوب بالانجليزي لايك وبالعربي اعجبني وبالفرنسي يا جماعه جيم، وكمان هذا شو اسمه كمان حطوا لي سبسكرايب او كمان اشتراك او كمان ابوني وزي كذا. بس حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلكم فيديو انا رح انزله. والله حفظت الجملة اللي عم بقولها، بحبكم كثير وباي.